ابدأ الحاج عرف نفسك. والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا المواطن إسحاق محمد أحمد، والد المسجون محمد إسحاق محمد أحمد. يوم 16/3 ابني عامل عملية ريزر عند دكتور في رابعة العدوية. جه رئيس مباحث السيدة زينب يدعي محمد الشرقاوي ومعاه كوي من الشرطة العسكرية، جم ياخدوا بلطجي من عندنا، أنا ساكن في السيدة زينب قلعة الكبش. كلم يا حاج اتفضل. جم عشان ياخدوا البلطجي اللي ساكن في العمارة معانا، ما لقوش. ابني جاي عامل العملية راح واخدينه، قال لك ده بدل دوت. ابني اللي عليه سبقة وعليه أي حاجة خده، بقول له بتاخده ليه؟ سيبه ده عامل عملية. قال لي هنكشف عليه، اللي يكشف عليه ادوا له 25 سنة. أنا عدلي بيقول كده يا أي مسؤول في الدولة؟ أنا راجل مواطن عامل في التربية والتعليم، أمد إيدي لأي حد يمسكها يقول كلمة الحق. أنا مش عايز إلا كلمة الحق. علقوا فيا انا واخواته الثلاثه ووالدته حبل المسنقه، لو مدانين للداخليه او لاي وزاره مسؤوله بمثقله ذره. احنا ما دخلناش الاقسام الا عشان البطاقه وعشان التجنيد، ادي اللي دخلناهم. ياخدوا ابني يدوا له 25 سنه. ليه مسكوا معاه حاجه يا حاج؟ ولا اي حاجه. ادعم محمد الشرقاوي واخده قدام 230 بطاقه اللي هم اهل المنطقه اللي ساكن فيهم، شاهدين ان واخده من البيت. بدل ما يكتب له المحضر يوم 16 كتبوا له يوم 17، وادعى فيه ان هو اثناء مروره كان في حد في الشرطه يوم 16/3 بيمر. يوم 16/3 كان في عسكري، ما كانش في الا القوات المسلحه، ادي اللي كانت بتحمي المنطقه البلاد. اما بقى الشرطه ادعت ان هي خدت ابني اثناء، بيقول لك اثناء مروري تواجدت. المتهم عمله متهم وهو مش متهم. ايه ده؟ ايه مرور وايه يعني؟ ده ايه يعني؟ بيقول لك لقيت معاه صندوق فيه ازاز وفيه بنزين، معرفش بيسموه ايه. من توم. وبيروضوا على المواطنين الساعه الواحده والنصف بعد حول الاستقبال. يا سياده المسؤول اللي تتكلم مع محمد الشرقاوي، احنا موافقين بكلامه. هو ابني الجاني، فين المجني عليه؟ لو ابني جاني فين المجني عليه؟ هل زاد ان هو بيقول انا خدته من منطقه زينهم؟ منطقه زينهم دي ناس جزارين، عشان ابني يخش لوحده مش هيخرج من الاطفال الصغيره هيقطعوه. اما هو فين حته حاج في سجن ابو زعبل. ابو زعبل انا رحت زورته وتعبانين هناك. في محامي مثلا؟ قومنا محامي ولسه مقدم النقد. نقول نناشد مين او مين يكون مسؤول عادل في مصر. هي الثوره اتعملت عشان الناس الغرابه اللي زينا ينداس عليهم؟ لا. ام الثوره اتعملت عشان كلمه حق الناس الغرابه تشم نفس مصر، تشم الهواء بتاعها النقي؟ انما احنا طول عمرنا مدفونين. نظهر امتى؟ نظهر لما تحبسوا عيالنا وتموتوهم، ولا احنا نمد ايدينا لايه عشان نطلع عيالنا؟ دلونا اهل الخير يا مسؤولين صح، يا مسؤول، يا سياده المشير، انظر للغرابه ما تنزلش الحسن مبارك، انظر للغرابه ما تنزلش، قول كلمه حق. عيالنا مظلومين واحنا مش جايين نجيب الزياره ليهم، نشحت ولا نسرق ولا نقتل؟ يا سياده المشير انا بنشك انت. اسمك تاني يا حاج بقى؟ احمد محمد احمد عم المسجون. اسمه محمد اسحاق محمد احمد المسجون. بص النظره، خد 25 سنه، هو لا قتل ولا سرق، ده عامل عمليه ريزر عند دكتور في رابعه العدويه عماره 7. يا ريت يا سياده المشير تنظر نظرة للمساجين المظلومين. بصينا للغلابة، احنا الغلابة مش حد تاني. احنا الطبقة اللي هي شقيانة، الطبقة اللي بتعملكوا مش انتوا اللي بتعملوها، احنا اللي بنعمل المسؤول مش المسؤول اللي بيعملنا. يا ريت يا سيادة المشير، انظر للمظالم شوية، انزل للمظالم عشان ربنا يكرمك في صحتك وفي عيالك.
وجاسرين افضلكم.